السلام عليكم. شركة اونر هتعلن في نهاية السنة عن موبايل بمواصفات قوية جدا، وهو موبايل اونر V30 اللي بيجي مع رام 8 جيجا بايت مع كاميرا قوية جدا بدقة 60 ميجا بكسل. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة تيك نيوز. لو حابب تعرف مواصفات وامكانيات موبايل اونر V30 كمل الفيديو، بس قبل ما تبدأ ما تنساش تدعمني بلايك سبسكرايب للقناة، ولو عندك اي سؤال اكتبه في كومنت وانا هرد عليك. يلا بينا نبدأ. اول حاجه نبدا بيها هي هيكل الموبايل. بيجي مصنوع من الامام والخلف من الزجاج مع فريم من الالومنيوم، والوزن تقريبا 175 جرام، وللاسف مفيش معلومات عن الطول والعرض والارتفاع. ومن حيث الشاشه تيجي من نوع IPS LCD بمساحه 6.4 بوصه بدقه 2310 × 1080 بكثافه بكسلات 398 بكسل لكل بوصه. ومن حيث نظام التشغيل والاداء، الموبايل هيجي بنظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة EMUI 10 مع معالج كارين 990 ثماني النواة بتردد يصل ل 2.8 جيجا هرتز ومعالج رسومي مالي G76. والموبايل بيدعم مسرع جرافيك GPU Turbo 3. ومن حيث الذاكرة والرام، الموبايل هيجي بنسختين. النسخة الاولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخة الثانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام. ومن حيث بطاقة التخزين الخارجية، لسه مش اكيد هيدعم بطاقة التخزين الخارجية ولا لا. ومن حيث كاميرات الموبايل، الموبايل بيجي باربع كاميرات خلفية. الكاميرا الاولى والاساسية بدقة 60 ميجا بكسل، فتحة عدسة 1.7، والكاميرا الثانية بدقة 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.2، وهي كاميرا الترا وايد مخصوصة للتصوير بزاوية واسعة. والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.2، وهي كاميرا ماكرو مخصوصة لتصوير الحاجات الصغيرة. والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.2، وهي كاميرا سنسور للعمق وعزل الخلفية. وبيجي معهم فلاش LED ويدعموا تقنية البانوراما HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 إطار في الثانية، وبدقة Full HD بسرعة 30 إطار في الثانية، وبدقة HD بسرعة 960 إطار في الثانية. ومن حيث الكاميرا الأمامية، الكاميرا الأمامية بتيجي مزدوجة. الكاميرا الأولى بدقة 24 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.0، والكاميرا الثانية بتيجي بتقنية 3D وبتدعم تقنية الـ HDR، وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 إطار في الثانية. ومن حيث بطارية الموبايل، البطارية تيجي بسعة 4000 ملي أمبير من نوع الليثيوم غير قابلة للإزالة، مع تقنية الشحن السريع بقوة 22 واط مع شاحن من نوع تايب سي. بالنسبة للسعر مفيش معلومات عنه لحد دلوقتي. كده انا خلصت الفيديو. الفيديو عجبك ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، ولو عندك اي سؤال اكتبه في كومنت وانا هرد عليك. والسلام عليكم.